ضيفي ليس بطل من ورا ولا بياكل حمص وحلاوة. تخطى البهوية من زمان. أنا بقالي 40 سنة بمثل. كتير. التمثيل أهم بكتير جدا من أي حاجة ده. كان جوايا في حلم، كان جوايا في سعادة ما. قال لي يا ابني أنت هتبقى ممثل كويس. دخل على رأس السلطة على طول. هو في إيه بعد ما وطن يتسلب منك؟ زي ناس كتير عايز إصلاحات، شايف فيه فساد، شايف بس أنا عيني على مصر. هو رئيس جمهورية مصر، وأنا بقول إنه القصر هو المكان الوحيد اللي ما حصلوش انتهاك. أو النجم ممدوح عبد العزيز. ان انا اشتغل مع عادل ادهم واشتغل مع نجلاء فتحي، قلت لها انا كده بس انا دخلت السينما. احنا لو كنا نجحنا كانت المسار السينما هيختلف تماما. انا مراتي رغاية. ايه هتبوظ علاقتي بالست؟ يعني كل الستات رغايين يعني. مش هتغلط فيا انا بقى. كل الناس هتقول سمع هس قبل ما تبتدي تذاكر. فتحه وكسره وضم جليه، اسماء الاشاره هذه لغه الفصحى ما اروعها. كنت مغرور او كنت تنك؟ عارفه يعني ايه ان انا ابقى معروف انا عندي 8 9 سنين؟ احنا وصلنا انك تكوني او لا تكوني، يعني انا ما هتفتش في البيت ووقفت في الريسبشن يا اخوه البتاعه نظره، كنا احنا في الشارع كلنا يد واحده. عندي بنت مش معروف لها أهلها مين، والبنت دي تبدو أنها بنت ناس. وانت بتحتفل بعيد ميلادك بعدها بشهر ليه؟ قررت أنه ده الميعاد المناسب ليا. هو فيه إيه يعني؟ اللي انت بتقوله ده يعني هو كل حاجة. أنا كنت فاكراك جد جدا. لا أنا عيل. دي ليه مش مصدقة؟ إيه إيه ويساوي كذا وقريت كتير. معكم منى الشاذلي الأحد الساعة 11 مساءً على CBC.